عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد مساء اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى أحمد الكندري ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.